طب انا عندي سؤال، انت ابتديت في موسيقى الاندر جراوند او في اماكن الشباب كان بيجتمع فيها، وكلنا كنا بنبقى عارفين ان انت حفلتك مثلا كان يوم اثنين احد في والأربعة وثلاثة كان الاربع في كل وكان الناس بتحضر لك، ومره واحده قررت تسافر لندن. ممكن اعرف ايه اللي سفرك؟ يعني ايه الاوفر الرهيب اللي جالك، او ايه السبب الرهيب اللي جالك تخليك ان انت تسيب مصر وتروح لندن؟ انا كنت شايف ان الفن بتاعي اللي انا بعمله، كنت انا وصلت لمرحلة معينة مش قادر اكبرها عن كده هنا، فحسيت ان انا لازم استكشف اشوف اقدر اعمل ايه بره وابقى جزء من الانترناشنال سين، لان انا كنت حاسس ان انا اي بلونج، او ان انا طبعا انا بحب طبعا لندن والحياه هناك عامه، لان كنت بروح بقالي من 2004 بروح يعني كتير متواظب. فاما لقيت نفسي هناك ولقيت نفسي ان انا مندمج في الكالتشر بتاعتهم، قدرت ان انا ابقى جزء من الكالتشر بتاعتهم بطريقه معينه، فحسيت ان انا ممكن اعمل حاجه تبقى حاجه دوليه اكتر، وان لندن لانها هي الهب او المركز بتاع الفن في المنطقه، فحسيت ان انا ليه ما اعملش، ما اخدش الخطوه دي واشوف اقدر اعمل ايه واكبر. وبالصدفه لما نقلت لندن هو ده الوقت اللي انا عملت فيه البروجكت العربي، البروجكت العربي بتاعك، سبحان الله، مع انك كنت حاجه ممكن غريبه تعمله جدا، هنا مع ان يعني، كان ممكن وكان بس هنا هيبقى مختلف. لا بالظبط. بس هناك لما عملت وقدمت على اكبر مسرح في لندن ومن اكبر مسارح العالم، وعملت حفله عن عبد الحليم في ذكراه، هنا كانت الناس بتحكي بدايه بيها يعني. تاكيد لنجوميتك في لندن. بالظبط، انا لان هو كمان الجزء غير طبعا ان الناس اللي مش بيتكلموا عربي او اللي ما يعرفوش الاغاني بتاعتنا كانوا بيبقوا انترستد، لانه بيبقى بييجوا يشوفوا البروجرام مثلا او يعرفوا ان في حرفوش، مين حرفوش ده برضو ما هم ما يعرفونيش، بس بيشوفوا كلمه ايجيبشن جاز، فكرهم فايه يستغربوا، الايجيبشن جاز ده، عايزين عباره عن، يكتشفوا. عايزين ممكن يعرفوا. نسمع حاجه عن نسمع ايجيبشن جاز؟ طبعا. تعال نوري كل المشاهدين ايوه. حرفوش لما قرر يغني، which is great، هتسمعوا حاجه ما حصلتش. وركز لو سمحت، قول كتير الايجيبشن ايجيبشنز جاز. براحتي، حاضر. براحتك جدا يعني، عيش بقى، احنا ما صدقنا لقيناك، احنا مش عارفين نجيبه اصلا. ايوه. والله الحصول عليك، يعني الحصول ان انت تكلم رئيس الولايات المتحده اسهل من الحصول عليك على فكره، يعني مش قادره اقول لك تعذيب شهور يعني. ما دي مقصوده. مقصوده. ماشي ماشي. يعني حته صغيره، ان اكتشفت لما كنت بحاول الاقي ايه الاغاني اللي هتنفع، اكتشفت ان احنا الموسيقى بتاعتنا من الاربعينات والخمسينات فيها جاز والستينات مليانه جاز، والله. فكان بيجي لي صدمه اللي هو ايه ده فعلا، ده ما بدخل بقى في التفاصيل واشوف التوزيعات وكده، حاجه في منتهى الجمال في يعني. محمد فين قلبي، فين مثلا قلبي يا ناس مثلا دلوني دل لا.